السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا اليوم شيخ من مشايخ الرشادة والشيخ تيسير الرشادة أبو سيف. مساك الله بالخير أبو سيف. أبو سيف طبعا شخصية معروفة ومشهورة، وهو قاضي من قضاة الرشايدة في الأردن وفلسطين، والرشايدة طبعا الأردن وفلسطين دولة واحدة، ولكن التقسيمات الحالية هي اللي اضطرتنا أن نقول الأردن وفلسطين، ومعلوما فلسطين هي مفتاح العرب ومفتاح عزة المسلمين جميعا، ومن يمتلك فلسطين طبعا من الأمم، هي الأمم التي تسود على العالم كأمة الروم حكمت فلسطين وكانت سيدة على العالم، والفرس فترة وجيزة حكمت فلسطين وأصبحت سيدة عالم، والآن فلسطين محتلة من قبل اليهود وهم أسياد العالم، ونحن من القبائل الحمد لله والشكر قبل الرشادة جميعا اللي يرفضون فكرة احتلال فلسطين وغيرها كباقي القبائل العربية وكل مسلم طبعا. والرشادة لهم دور كبير في النضال في القضية الفلسطينية. يحدثنا أبو سيف عن أماكن الرشايدة في فلسطين ومتى هجرتهم طبعا. أبو سيف مساك الله بالخير. وطبعا أبو سيف ما ننسى أنه بضيافة السيد سند بن شداد المهيمزي ومعه أبو عيسى موسى بن خلفور. أبو سيف الحين المشاهدين يبون يعرفون يعني هجرة الرشايدة إلى فلسطين والأردن، يعني من متى بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شرفني أني وسط ربعي وجماعتي في الكويت الحبيبة، وعلى حسن الاستقبال اللي غمروني فيه قبائل الرشايدة في الكويت الشقيق، وهذا شرف كبير لي أني أكون وبسط ربعي وعزوتي في بلدنا الثاني الكويت الحبيب. الشكر موصول إلى أمير البلاد المفدى أمير الكويت، وعلى الرخاء والنعمة اللي مرتاحين ومتهنين فيها أهل الكويت، وهذا فضل قيادتهم الحكيم. أما بالنسبة لموضوع الرشايدة، الرشايدة عدد قبائل متفرعة في الوطن العربي. أقدر أتكلم عن الرشايدة اللي هم في الأردن وفلسطين، ما أحكي إني أنا حاضر أو أروي إلا على اللي سمعناه. سنة 1800 أقل بعد بدأت هجرة القبائل الرشايدة من الجزيرة العربية باتجاه مصر وبلاد الشام والسودان. قبيلة الرشايدة بالأردن وفلسطين هي جزء من القبائل اللي اتجهت باتجاه مصر والسودان، واتخذت طريقها في واد من العقبة على وادي عربة حتى استقر بها المطاف في منطقة البحر الميت على عين تسمى عين جدي. فذاك العصر كانت هاي العين موفور فيها، والمنطقة اللي موجودة فيها هذه العين اللي هي عين جدي موفور فيها رعي الحلال والإبل والمية، وإذا وجد الكلى والماء استقرت الرحل. مكثوا بهذه العين الرشاء على هذا المكان، العين على هذا المكان مدة لا يستهان فيها، وأصيبوا في هذاك العصر بمرض من التفاعيل أو الحمى أو الله أعلم، حتى ماتوا كثير من شباب الرشايدة. ثم انطلقوا باتجاه الشمال
حتى أنهم وصلوا رأس البحر الميت، ومن ثم اتجهوا إلى الجبال وتجاوزوا الجبال ووصلوا إلى منطقة المطلة على البحر الميت من الجهة الغربية واستقروا فيها. وجدوا آبار رومية قديمة كانوا يشربوا منها وفحروا بيار واستوطنوا هذه البلاد لفترة لا يستهان فيها، حتى أنه أجاهم القسية أهل صعير وقالوا هذه الأرض إنا. كم كان عدد الرشادة يعني اللي تتكلم عنهم حاليا؟ كانوا الرشادة أقلية لا يتجاوز عددهم 50 رجل. والقيسية؟ لا ما شاء الله عليهم بالآلاف. فصار خلافات، صار مناوشات، صار وجلوا الرشايدة عن أرضهم وتركوها ورجعوا غزوها غزو من جديد ورجعوا استولوا عليها مرة ثانية من العين من البحر الميت. عين جديد؟ نعم، من البحر الميت حتى وصلوا عين حمدة تحت صعير تحت القسيم. كم كيلو يعني؟ تقريبا 30 كيلو، شيء ما يعادل 30-40 كيلو، بعمق 20 عرض 15 كيلو 20 كيلو، لا يحضرني اني اقدر احدد المسافة بالدقة، لكن على ما سمعت. وعين جدي سمعنا انها تعتبر من اشهر العيون في فلسطين. عين جدي المية الوحيدة اللي فحصوها وجدوا انها من انقى مياه وجه الارض بعد زمزم، وهذا موجودة. انا ما احكي على شيء، لكن احكي على شيء موجود الان. ولما صار الاحتلال بال49 احتلتها اسرائيل وحطت عليها ابار ميه واستولت عليها، وصارت عين جدي من ارض الرشايدة، جزء من ارض الرشايدة تحت الاحتلال الاسرائيلي في سنه 1949. نرجع لموضوع الرشايدة اللي هي ارض الرشايدة. الرشايدة تحاربوا مع القيسية فترة لا يستهان فيها، وهذا شرف كبير. القيسية قبائل، حال القبائل أيام في السابق، هي القبيلة كانوا قبائل الكعابنة، الجهالين، التعامل، السواحل، العبيدية، هذه القبائل اللي متواجدة في هذه المنطقة. لكن القيسية هم عدة قبائل، لكن المسمى العام القيسية، وجواد بينه وبين شرهم الله. نعم. في سنة 52 من 1900 نزل بعد احتلال 48، طبعا احتلال 48 ما وصلنا احنا كرشايدة وارض رشايدة، اخذ منا اسفل عين جدي من اسفل اراضينا واستولت عليها صار سنة 49 بعد سنة من احتلالهم الفلسطين. بدينا الرشايدة بتحديد مناطقهم وتسجيلها عند الدوائر الرسمية، وكانت الحكومة الأردنية والبريطانية والفلسطينية، ووصلت الحمد لله رب العالمين انه سجلت باسم الرشايدة ووضع اسم عرب الرشايدة على خريطة فلسطين، وهذا شرف كبير لنا. والرشايدة بدو رحل أهل حلال، بنت لهم إسرائيل، أعطتهم أرض وبنت لهم فيها، ومن ثم رجعت هدتها ورحلتهم على بلادهم. والآن بلادنا الرشايدة تمتد من مستوطنة لا يحضرني اسمها لغاية البحر الميت. مسح على استهان فيها، والحمد لله رب العالمين،
والناس نحترم الناس ويحترمونا، والفضل لله نزرع، واللهم لك الحمد والشكر. رغم التنقيصات اللي تحصل اللي ما تأثر على مستوى قبيلة مع جارتها أو كذا. بالنسبة لاشتراك الرشايدة بالقضية الفلسطينية والجهاد في سبيل الله، الرشايدة اشتركوا فيها وخربت بيوت الرشايدة من أجل اشتراكها وشتتهم إسرائيل، حتى أنه مر على قبيلة الرشايدة ما تلقى رجل ولا رجل في بيوتها، وكلهم مع الفدائيين مع المجاهدين في سبيل الله بتحرير فلسطين. مات منهم شهداء ومات منهم في سبيل الله، والحمد لله رب العالمين. تذكرنا أحد أشهر الفدائيين الفلسطينيين، يعني أشهر شخصية يعني من الرشايدة، من شبابنا الرشايدة استشهد كثيرين بقضية جلعات شاليط. كان في أحد من الرشايدة معهم؟ لا ما كانوا فيه. لا ما فيه، احنا كلهم فدائيين ما قبل السبعين ايه لغاية 75. في صاوب منهم وفي انقتل منهم واستشهدوا منهم، يجي على ذكري اليوم عليان عودة الرشايدة موسى، اللهم صل على سيدنا موسى علي الرشايدة، الله أعلم اللي غيوث. زين أماكنهم في فلسطين يعني وين لهم قرى هناك محددة كبيت لحم؟ إحنا قريتنا ومدينتنا شرق بيت لحم، قرية الرشايدة شرق بيت لحم، جنوب شرق بيت لحم اللي بفلسطين طبعا. نعم تيجي شمال شرق الخليل بين بيت لحم وبين الخليل، لهم أملاك أراضي بس ما نعم والحمد لله رب العالمين أملاك شاسعة والحمد لله ايه. لهم كل خير وكل بركة والحمد ورب لك الحمد والشكر. رأس الرشايدة اللي كان يأخذ الراتب من تركيا وأمير الرشايدة في العصر العثماني وما قبل أو في أثناء هجرتهم هو كان الأمير سعيد. سعيد سعيد ابن منو؟ لا يحضرني اسم هذاك. حسن السعيدات، حسين السعيدات، محسن السعيدات، مبارك السعيدات، لا يحضرني من الاسم اللي كان. هذا الكلام قبل 100 وكذا سنة، 150-200 سنة، لا يحضرني اني اذكر لك اسامي بالتفصيل. برضو البصاصي، الجريات، الرويلات، الجريات، الجويفيين، المغاربة، الخرابشة، هذول قبائل، هذه كلهم قبائل رشايدة. إيه؟ انطيرات، الصناع، الغيوث، القرينات، هاي كلها قبائل الرشايدة، العرجان، الطريفات في فلسطين، هذا في فلسطين، الحساسنة، وكل بيت في فلسطين في أخوه أو أبوه أو ولد عمه بالأردن. لما دخل الاحتلال قسم الرشايدة إلى قسمين، داخل فلسطين صار فلسطيني رشيدي فلسطيني، والأردني صار رشيدي أردني. إنما إحنا تربطنا رابطة الدم، وعيال عم وإخوان ما تفرقنا أي شيء، كلنا نسد عن بعضنا ونحكي عن بعضنا وكلنا ملتزمين بعضنا التزام كلي. كذلك في من رشايدة بريح، وجماعتنا من الرشايدة سكان ريحة ولهم أراضي بريحة، استملكوها وشروها واستوطنوها والحمد لله رب العالمين بأساميهم. بالأردن جزأت الرشايدة إلى 3 مناطق رئيسية اللي هي الكرام والصلب والشون.
يوجد في الجواسر رشايد، سويمة يوجد فيها رشايد، عمان يوجد فيها رشايد، لكن ثقل الرشايد في منطقتين اللي هي الكرامة والشون الجديد، والرشايد اللي بالصلب اللي هم سكان الصافح اللي يطلق عليهم اسم الرشيدي، هم رشايدة من نوفينا وعيال عمنا وأرضهم معانا فلسطين. هذا توزيع الرشايدة البدو في الرشايدة بعجلون، في رشايدة بالكريمة، في رشايدة بربد بالحصن، في رشايدة بالزرقاء، في رشايدة بالمفرق. وين مكان الرشايدة؟ الحمد لله رب العالمين كثيرين ومنشورين. يعطيك العافية أبو سيف على هالتوضيح، ولنا إن شاء الله لقاء آخر مع أبو سيف وقصص عن من قصص الرشايد بإذن الله.